بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها وإياكم. أيها الإخوة والأخوات، سيدا ولالك أوشيغي كلمة ما أنت إن شاء الله تعالى عوان كيدو الغلو في دين دين تولو حد قدبو لغة أهان أريغ غلوي. أهل اللغة وحي كتعريفيين مجاوسة الحد، شيء أو حد كي صلى الله فيه، شيء أو حد كي صلى الله فيه. سيدو كلا سيدا لسان العرب ككسوغن وحلو يستعمال وحكست أو كرنغضو سيدا بعشرادة أما قناعسيغا مركا وقالو يوبو أين وحالي هذا مارتي غلا سعره سعر كي وقال يوبي مركا معنيه ذا اللغاهان والارتفاع وحيو كرن غضوية، لكن اصطلاحا هان مركا لمارة وحاوية لتعريفنا يو وحال إلى هذا المبالغة والتشديد في تدين التي يلتزم منها تجاوز ضوابط الدين ذاته. دينتا ومارة لقبض بضيو ومارة وحاوية حد كذي لدافيو أيضا مركاسي لحد قد بيو أو لوحد قد بيو ضوابط دين تا لوحد قد بيو أو شيء معركة وحويان لدافين يا معركة وحي معركة وحويان ولها تاسا واحد يا دا معركة الغلو في دين الغلو في دين. نبينا صلوات الله وسلامه عليه وحكسو مناتي إنه مدي سو قدي أو نبي قوي صلوات الله وسلامه عليه إياكم والغلو في الدين. وحن دينك لديك يا دينك إيوه حد قدوب كمارة وحاول يعني إن الدين تكون حد قدوبتان. لأجل ذلك يا وحى ولا ليال موضوع ما أنت وكسب سن يا هاي وحى اللي له ذو دين تقول واحد قدبو أما الله دافيو حد كذي الله دافيو. قلوا يا وحى وكي ماذا رنتي ما لا بدن بوكي ماذا أو كسر قلا مارة وحاول يعني قفك عبادة ديسا يا ما دين تيسا. سيدو كلا قفك السماين يقولوا يا أما الله إيمان يقولوا يا marka hore oo xad gudbay qofkani waxa ay ka tahay diin jacayl iyo maaragtay waxa weeyaan inuu maaragtay diintiisii maaragtay uu ku adkaado. taasa marka mararka qaar kood waxa laga yaabaa hadaysan cilmi ku dhisnayn inay qofki ku keento inuu xad gudbo oo uu dhaafo maaragtay waxa weeyaan xuduud u dhaafo. waqtigi nabiga sallallahu wasallamu alayhi arrinkaasi uu dhacay una dhici doona runtii waana taagan yahay maantayto. فريقي أما كوحبذا أو مسلمين كأبتر صدنا واحد جد بيرنتي أو قار كم إذا عقيدة بيكون حد جد بين قار كم إذا وحي كوحد جد بين سيفوين كالله سبحانه وتعالى قار كم إذا وحي كوحد جد بين مبادئ دي إسلام كي شرائع شرائع هذا إسلام كي كوحد جد بين قار كم إذا وحي كوحد جد بين دينتي رقم كعبادة أي كوحد جد بين. لأجل ذلك وحال رباقوف كمسلم كائن وقاذو دينتن ودين معركة وحاوة يعني يسري وي ودين فضد وي دينتن أمد النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إلهي حكوت المامة إني تهي أمة وسطة أمد معركة وحاوة يعني لحادة معركة معركة أمد قلوي إيه معركة حد قذب معركة الله وطلقلي ماها أمد النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. إلهنا سبحانه وتعالى وهو أمر يا دتك أهل كتابك أودي ومدنا يكجرتو إن يسن حد قدبين. يا أيها الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ضده أهل كتابك حد قدبنا ودينت حد كذي هدى فينا أذنكم أمرك إسله إلهي سبحانه وتعالى كره لقليا
ولا تقولوا على الله إلا الحق إلهنا سبحانه وتعالى حقيها كورننا وحن حقهين. مع ذلك واحد أكتهين لمن كان نصارى لمن كان يهودا إن حد قد بين أو نبي الله عيسى يكو حد قد بين قارئ يرهذين وابويلك الله سبحانه وتعالى إلهي باكن الزهى سبحانه وتعالى وحا يكوت الماميان سبحان الله عما يقولون قارنا وحي يرهذين ويل ماها أصقاب إله إلهن انت سوى حد قد برنتي أي حد قد بيان لمن كان يقع أيدينتي أي كبت بذيين إلهي سبحانه وتعالى سدوك لآياتك لأ وحو كل يهي قل يا أهل الكتاب ضده أهل الكتاب كا لا تغلوا في دينكم دينتنا حكو حد قد بنا غير الحق وحان حق هاين دينتنا حقها كدينا وحكو حد قد بنا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قوم رمي وضد حق كرمي وضد كباديي حكو دينوا لي الله سبحانه وتعالى قلوا يا مركر انت ولا ليال قفك مسلم كوحال ربا إنه إسكيل عليه وسن حد جدبين ودين تان ودين مرت وحويان يسري أو فضود ودين مرت وحويان لحد حدا وإن مرك قفك مسلم كأ دين تيسا وكبنا يا وح نصوص يا قشة هاي أو وصاصية كبد بدنين قفك وإن أنا قفك كعبد إلهي سبحانه وتعالى وحي النبي صلوات الله وسلامه عليه وإلهي كعبد سبحانه وتعالى مثل قلوبك أمدا وحكم إذا فريق ذا مسألة إذا هذا الجهمية ذا معتزلة ذا وفريق كم إذا فريق ذا أو شيء عموم أهل السنة والجماعة يسمرون تقول عليه سنين لكن كوذا قلوا يا مارة كو حد قد بي أما حد قد بي أو قلاد ذا نقضي وحول الله قار أي تكفيريان لكن رجع يجا قار كم إذا أما يعني من كان معتزلة ذا هذا أما الجهمية ذا هذا وحي كو حد قد بي مثل أو كلا أركت الله سبحانه وتعالى ما أنت يوم القيامة إن ضدك مؤمنين تا إلهي أركت دونا سبحانه وتعالى وحي إليه إن من كان معتزلة ذا جهمية ذا أيقو حد قد بيو هدي لي رهد إلهي والله أركيا سبحانه وتعالى أو آخر الله أركيا وحي إليه إن وحكذا لنا يا الله سبحانه وتعالى إن وحصو ريسا ويهي جسم له لأجل ذلك أنه إلهي نزاهنا وحالين هاي إليه إن إلهي لما أركيا سبحانه وتعالى آخر أدون وصح الدود إلهي لما أركيا سبحانه وتعالى لكن إلا النفيو اللي يرادو أقرانا لغم أركي إلهي سبحانه وتعالى ومنهج غلافتاً منهج كي أهل السنة والجماعة يا منهج كي إلهي رسول كي سأيدونيين مثل وكلا وحي ليهن لمن كأيقا إن الله لا يرى لأن رؤية للأجزام إلهي لما أركي كلا لأن حدي الله أركي لله إلهي والله أركي وحكذا لنا إلهي قف جسم له ومغضئنه يهي لأجل ذلك وحي مارتي سع عامة وبينينيان ونفينيان أركتد الله سبحانه وتعالى قولك الله ما أدبا جرتو أيغانا قلات السوفية اللي يرادو أو كواس بكسي حق جرو لمنك أيغا وحي ليهن إن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة إلهي الدنيا ذا أقرد بالبضا والو أركيا ونمنك السوفية ذا هدى حد قد بي وقاركود إتين لها مواريوني كلها يا إلهي ما أركي سبحانه وتعالى ونو للكو أركي وحد قد بويان مارتي كسي حق جرو لمنك أيغا لكن والله الدين تن ودين مارته وحويان وسطه ومارته عدالة كل سموي ونبهنن إن الحد كان الله نافيه ونبهنن إن مارته تفيض لقصة مايو مذهبك صحيحة وأهل السنة والجماعة إقبان وقلوي كم ذا حبنان وحو أرمي يا إلهي سبحانه وتعالى ضدك مؤمنين تا أو أهل الجنة إني أركض دونان الله سبحانه وتعالى ويكون أركض دونان ما أنت يوم القيامة يا أغلى يكون أركض دونان الله سبحانه وتعالى وانا مذهبك الصحيح هو ان الله الهي سبحانه وتعالى وحال وارك دونا في الاخره اخره وحارك دونا ددك اهل الجنه ارنكاسنا نصوص الهي سبحانه وتعالى وعدين سيدا الله سبحانه وتعالى في سوره يونس وكيري للذين احسنوا الحسنى وزياده كو مارتي الله سبحانه وتعالى مركي ادوده جوجين وناغ يا خير سو سبيي جنة اليهم الله سبحانه وتعالى يو زيادة زيادة سبحانه مركا أركتد الله سبحانه وتعالى واتي أوه حديثك النبي صلوات الله وسلامه عليه ضدك أهل الجنة مركا الجنة قلان أو إلهي إن معدا أوصي إلهي وحليه وروح بكلمة دين دي منتهي مركاس يا وحليه ما يا إلهي نمع ودنوان هاي سنة مركاس إلهي سوف إذا يا سبحانه وتعالى مركاس وحي هيستيم وح كوان أكسن أي دريم يا مركا إني هلن ضدك أهل الجنة مركا الحسنى سيدة ابن كثير يا مفسرين بدن بقى سؤال أوريان هي الجنة والجنة ذوي زيادة ذن وحويان
النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وأركت الله أركي وجه الله سبحانه وتعالى إلهي مركز سبحانه وتعالى والو أركي آخر يا أكو أركي ضدك مؤمنين تأكو أركي أهل الجنة أكو أركي لكن إلهي أدوية لكم أركي سبحانه وتعالى إلهي أدوية لكم أركي نمن كان مركز معتزلة أما مارة الجهمية يعني نمن كان صوفية أو قضاة أو حد قد بين أيجي قالوا حيرة ذين أدوية يا غرب والو أركي جهمية ذي معتزلة وحيليهن لما أركي سيدي سبحانه الله سبحانه وتعالى ولا في الدنيا ولا في الآخرة ومذها مركز وحويان باطلة حد قذبك مثل ضوائف تقاركوت كدعي وحاكم إذا ولا ليال نمنك خوارجت ليلا ذو يكفرون بالكبائر ضدك وحيكو قاليسين يان كبائرتا قفك مركو الدم بكل عوين وحيليه قفك وقالوه على طول وحي كساريان حردي كساريان ووح ما أنتي تواقع يا وح بدنا نرد مارة وحويان على رنكره وحي ما مارة وحويان صوم أصبون هذي نمن كامر كم مذهب كذا يمنهج كذا خوارج اللي هذا حوي قف كل عا كبائر ودم بكل عا وحيلين قف كاسي واجلوا بي حرضوا ركب حياة معتزلة نمن كلا يرى هذا صدق كلا أيجنا قلوب يسمعي وحير هذين قف كدم بوين كل عا ليس بكافر ولا بمؤمن قف كاسي أنا ما أرانين واجل مؤمن ما أرانين ليهين أم حيها مرك قفك هدوسن قال لا هين مو من هين وحليهن وهو في منزلة بين منزلتين ما نح أو قال لماذا يود حيصو إسلامك أي قفك الجوابي ليهن واحد جذب مرة وحويان آد مرة وحويان وح ومسقنا أسرة يوي نعم قلص دحات باجر تولي هذا مرجع هذا عيجنا وحليهن مك عيجا كبائر تقفك كلها ودم بوين كلها هدو مركي هو مؤمن أها إيمان كيسي وحويان كبائرتا وكل عي وحبا ومن بيسو لا يضر مع الإيمان معصية معصي إيمان معدو يهي وحليه وحد ملها وأرن مركي وحويان مارتي أساقنا مارتي وحويان حد قد بيوي أساقنا سيدو كلا قلو وحليه بانري قفك كل عادن بيوين على طول دين توكب حيان نمك خواريتا مثل قفك مؤمن كأه oo muslimka waa laga yaabaa inuu ma taqaan waxa weyn tuunimada ay ka dhacdo tuunimada waa dambi weyn oo kabaair ah weeye waa laga yaabaa qofka inay zina ka dhacdo naxuud billahi min dalika waa dambi weyn weeye waa laga yaabaa qofkan inuu xataa qof dilaba oo qatl bi ghayr al haqq amarat wa haqqan qofkan uu ka dhaco waxay leeyihiin ala tuul qofkaasi waa gaalobaya waa gaalobaya qoloban mu'tazilada waxay leeyihiin qofkan dambiga ku dhacay weyn oo kabiirada ku dhacay waxay leeyihiin anagu ma dhahayno waa qof gaal ah ma dhahayno waa qof mu'min ama dhahayno muslim ama dhahayno manzila u dhaxaysa labadaas ayaan ku xukumeyna halkaas u taagnaan yaa bay leeyihiin nimankan la yiraahdo maaratay murjiadana waxay leeyihiin qofka marba haduu iimaan lahaa dambi kasta oo ku dhacay iimaankiisa waxba kama dhibayo sida waxay leeyihiin gaalka wax kasta oo uu sameeyo wanaag ah bal fiiriya wax kasto wanaaga gaalka uu sameeyay aysan u anfacaynin ayaa qofka muuminka adambiga uu ku dhaca macaasida aysan waxba uga dhibeyn iimaankiisi waa madhab waxa weeyaan aad u fog weeyaa asagana ahlu sunna wal jamaa'a dadka aanan xad gudbin madhabki nabiga sallallahu wasallam alayhi iyo saxaabadii iyo dadka wanaagsan oo muslimiinta ah waxa weeyaan oo ayaga qabaan waana madhabka xaq ah oo ictidaalka iyo maaratay wasadka dhaxdhaxaadka ah وأنا حد قد ما تقعنا وحوي الجذب لهين وحليه لا يكفرون صاحب الكبيرة مجا ليسين يان قف كل عيدن بوين ولا يقولون أنه كامل الإيمان ما نأرنا يان قف كاس إيمان كي سوى قف إيمان بحلا إنه مؤمن قف كوحليه وقف مؤمن أوي ولكنه ناقض الإيمان ناقص الإيمان لكن إيمان كي س إيمان ناقص أوي إيمان كي س إيمان ناقص أوي أما وحي الله مارتي ومؤمن فاسق ومؤمن فاسق فهو مؤمن بإيمانه مؤمن حكيه إيمان كيس أنت أمتق أنه حوي يعني إيمان كيس وناكسيه فاسق بكبيرته كبيرة ذي سيدن به سأقلنا فاسق بكيه أورنا عوالو حكم يا ما ننت يوم القيامة وحوي وهو تحت مشية الله سبحانه وتعالى إلهي مشيدي سكجر أغف كاسي هدود دي توبت كاننا إلهي وأولاف يا سبحانه وتعالى هدو دون إلهي ويسكع فيني سبحانه وتعالى هدو دون الله سبحانه وتعالى وكجا سنيا دنبيقي وقلعه كبيرة ها دابد أنه أدن بيني قفك سيمو منك آه أو أسوى إيمان لأن انتي جنده أدن بيني أو كما واريو نارتا لكن نمن كان
waxay leeyihiin qawaarijta ah qofkii ku dhaca dambi weyn waa gaal mukhlad ah oo naarta ku waarayo waa quluwi fi diin diinta waxa weeyaan lagu xadgudbay weeye sidoo kale walaalayaal quluwi wuxuu gali karaa qofka cibaadadiisu gali karaa asagoo qofka isla mesela waxa weeyaan ma aragtay cibaadada ka badbadi oo ma aragtay waxa weeyaan arinka ma aragtay waxa weey si fiican ilaahay ma aragtay waxa weyn u caabud baa waxa laga yaabaa inuu xadgudbo qofka وأن مرك قفك مسلم كأولاه كعوذ سبحانه وتعالى طريق النبي كعوذي صلوات الله وسلامه عليه واحد على مال ما المها كم إذا سدى إمام النساء وسوق قرن يو شيخ الألباني أو كذا يا صحيح نبي صلوات الله وسلامه عليه أي واحد أولاه عبد الله بن عباس صبح قداة العقبة أيضا حج كل جوجو صبح مارة الجمرات كل تورنيه أيا وحى أوليه النبي صلوات الله وسلامه عليه أيا وحى ويجري ويجري هات القط لي فلقدت له حصيات هن حس القذف فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين ما لنتعصي مركي لتورنا يي بقي حمارة لتورنا يي aya waxa nabiga ugu yiri ibn abbas waxaad ii soo gurtaa dhagaxaan yar oo aan turto markaas waxaan u keenay yiri dhagaxaan dhagaxaanta marka waxa ku jiray dhagaxaan yar oo maartay dhagaxaanta maartay qadfiga maartay ama farqinka lagu tuuro nabiga marka salaatullaahi wa salaamu alayhi marka aan gacanta u galiyay ayaa dhagaxaantii yarayd ba nabiga ay tuu soo bixiyaa wuxuu yiri bi amsali hada midkan oo kale ayaa la ogol yahay in la tuurto oo lagu tuurto waxa weeyaan maaratay dhagax lagu tuurto maaratay marka la tuuranayo maaratay waxa weeyaan xajirka la tuuranayo naam nabiga salaatullaahi wa salaamu alayhi wuxuu raaciyay wa iyyakum wal ghuluw fi diin hada jamaradka marka la tuuranayo waxa arkaysa dad dhagax weyn ama kab weyn intay qaataan tuuraya oo qofka ka horay xataa ku dakhrayo soo wareed lama ogola waa quluw fi diin dhagaxaan yar yar buu nabiga jideeyay salaatullaahi wa salaamu alayhi in la tuuro hadaa marka dhagax weyn soo qaadato nacam cibaadad ku jirtaa waxba tuureysa laakiin dhagaxa tuureysa dhagaxii loogu talagalay maaha waxa laga yaabaa qof ka horay hadduu ku dhaco dhagaxaasi inuu xataa dakhra laga yaabaa oo intaad islahayd maaragtay waxa weeyaan xasanaad iyo maaragtay cibaado gudaha laga yaabaa inaad dambi gasho nabiga marka wuxuu yiri salaatullaahi wa salaamu alayhi بأمثال هؤلاء كوان وكلا أيال أقول يها إلا تورتو كوان وحك زايدة واحد بدبوي وإياكم والغلو في الدين وحن إذنك لديك يا إذنك يا غلو إلى الدين تكو حد بدبتان فإنما هلك من كان قبلكم ضدك إذنك إذن كور ريوحا هلاقي الغلو في الدين دين تو أيكو حد بدبين ويحد كي دافين نعم أيها الإخوة نبي صلوات الله وسلامه عليه ايا سيدا سيدو كلا ابن عباس وصو سارا ايو سيدا امام النبي كورينا سيدا امام بخاري وصو سارا ايو مالي مال ماها كميدا ايا نبي اصغو قطبين ايا صلوات الله وسلامه عليه او نبي قطبكو جيرو صلوات الله وسلامه عليه اذا هو برجل قائم نمبا سو استاقاي مركاسو نبي صلوات الله وسلامه عليه ننكي وحوي ديي مركا نبي ننكي بووي دي دادك وحوي دي ننكا واكما مركاسو وحالو مغا عبا ننكا ابو اسرائيل markaas nabiga looga sheekay waxa la yiri ninkan waa nin taagan weeye ma fadhiisanayaba maxaa yeelay nadara an yaquuma walaa yaqcuda waxa uu nadray oo nadar ku galay inuu waligi taagnado uusan fadhiisanba walaa yastadilla inuusan hoos harsanin oo naftan uu cibaado mataqaanay ahaan u ciqaabo oo uusan wax raaxa u samaynin nafta ayuu go'aansaday oo wax hoos ah uusan gelin ninka asaga waxa kale oo uu nadray walaa yatakallam inuusan bahadlinba hadalba oraahna inuusan oranin wayasuum maalintii odhanna uu soonaaday iyo habeenkii ninkii arrinkiisu la yaabay ninka waxaa muxuu u sameynayaa wuxuu waxaa u sameynayaa naftaana wuxuu rabaa inuu tarbiyeeyo oo maaragtay uu cadaadiyu rabaa nabiga wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi murhu falyatakallam war ninka hala amar oo hala amro inuu hadlo ha hadlo وليستذل هارسد او هر هغلو وليقعد ها فديستو ولي وليتم صومه صومكي سنه و خيري ها دمهسر النبي صلى الله وسلامه عليه صومك عباده وي لكن هر ما غلي عباده ماها ولي وا تغنى عباده ماها ما هدلي عباده ماها لكن حد غدب وي وخا ايغا النبي و خيري صومكي سي ها دمهسر نكان لو شيغو
هنا هرصدو هنا هدلو هنا فريستو ولي واتقنان يا وحمارتي دين أماه النبي صلوات الله وسلام عليه. وحوشي النبي أمدا إن رمتي وحاوي داد كم إذا أي قلوه لم يلا يمان دونان دادك أيغانا مالنت يوم القيامة شفاعة النبي ويوايين إمام أحمد وحصو صاريا سيدوك الإمام بزاري وصو صاريا شيخ الألباني نوكده حديث كحديث صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر نبي يكورين يان نبي صلوات الله وسلامه عليه وحاو التلمام يا وحال ليها مارتي حديثك وحاورين يا معقل ابن يسار رضي الله عنه وحاو ليها نبي صلوات الله وسلامه عليه سنفاني من أمتي لبقراء وكمد الجنسي أمد إذا لا ينالهما شفاعتي شفاعة إذا مقاريسو وكو كو أيقا كو أيقا وحاو يان سلطان ظلوم نين سلطان أو مضحة أو ظلم بضن إيه وغال في الدين قف دين تيسي وحاو يان كو حد قد بمارته أو دين تي حد كذا دافي لما أقول مرك قفك مسلم كا إنو دين تي حد كذا دافي أو إذا قفك عبادة وحان أصمين يا أو حد قد بو سيدوك الأولى النبي صلوات الله وسلامه عليه ayaa maalin maalmaha kamid ah waxa uu arkay intuu soo galay masajidka wuxuu arkay xarig masajidka ka soo laalado Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa wuxuu leeyahay dakhala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa idha hablun mamdudun bayna saratayni nabiga soo galay markaas wuxuu arkay xarig laba tir dhaxdooda ma taqaan waxa wayan kalusho fa qala markaas wuxuu yiri ma hada war xarigan muxuu yahay markaas waxay ku yiraahdeen حبل لزينب زينب اسكلا حرقان او محي كسميسا وي عبادي ستاء عاور نصلاة الليل بيوتا ينتهي فإذا فترت مركي الداشو اي امارة حرقان قبصتا او حرق كو استاكتا نبي صلوات الله والسلام عليه وحيري حلوه ورحرق هلا فريري فر حرقا ليصلي أحدكم نشاطه أحد كين مركا ونشاط كليه او فرفرعيه يري هاتو كذو فإذا أفطر مركه أمارته فترة مركه أدالو فليقعد بو النبي حفر ليستقفك أسقى إمام بخاري بصو صاري عاور مركه أترى ذو التاقنان يا وعاور مطقة أترى ذو صلاة بان تكون يا وعاور الدالل أترى ذو إستاق الأهي حرق بان سميسري أما دربي عن قبصنا يا أرنك أمارته وحاوي النبي صلوات الله وسلامه وحو قتل مامي إنو يا يحد قدوب بل نبي صلوات الله وسلامه عليه وحاكسونا هذا حديث عبد الله بن مسعود نبي وكورنا إنه نبي صلوات الله وسلامه عليه سيد إمام مسلم وصوص عليه إنه نبي سد حجاري صلوات الله وسلامه عليه هلك المتطعون هلك وحا هلك سمي أبلا يكون عدي المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون سد حجاري من نبي عليه صلوات الله وسلامه عليه واكو كواسي واكو حتى قد بي حد قد بي oo maarta waxa weeyaan had gudub ku sameynayo markay hadlayaan markay cibaadeysanayaan markay ma taqaan waxa weeyaan xadki dhaafinay cibaadada iyo wixii loogu talagalay lama raaw markay qofka muslimka inuu maarta had gudub uu sameeyo lama ogolo nilaha abdullah ibn maghfal ayaa maalin maalmaha kamid uu arkay wiilkiisa ducaysanayo oo ducadi ku had gudbay muxuu leeyahay wiilka wuxuu leeyahay allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yamin al-janna idha daqaltuha إلهي وحنك ويديسنا يا قصري وين أو جنادة مدك تهذا كيالو أو عد إن هذا السيسو أو مارت مركان جنادة قراء السيسو مركاس الله يا أبي مركاس هو حاو كيري ويلكيسي ورويل كيجيو إلهي هداد بريس سبحانه وتعالى إلهي واحد ويديستا الجنة جنة ويديسو أو وتعوذ به إلهي واحد كما ينقشا من النار نار كما ينقل لكن وحن الله ده مارت إلهي يو جنده مركان قالوا جنده عادي قليسو قريقا نوع عاصة أو ساعة أو ساعة 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 سي ما يسكرنا فوحا يقا لأنه حليا وحن مغلي نبي صلوات الله وسلامه عليه ورنا يو إنه سيكون في هذه الأمة أمدا وحا إمان دونو أو كمن نقن دونو قوم يعتدون في الظهور والدعاء مارت وحويان ظاهر نمضى إمارة ظاهر انت إمارة وحاول يندعى كو حد قد بدون النبي صلوات الله وسلامه عليه قالوا حركي سمانت للمارة الشك إمارة وحباها يو ما تنقفك وحكا سوكا وسوسيا مرادي تونجر برقيا جيركي سمسقوشي ما تنقفك جريا انتاسي وحاول يندعى سمينة وحبار إس ظاهر نيابو اللي حد قد بسمينة فربضا sidoo kale ducada in aad maartay ilaahay barido alla janna weydiisato subhana wa taala qeyr weydiisato waa sida la rabo weey laakiin aad had gudubto maartay waxa weeyaan aad maartay waxa saas ah oo saas oo saas aad maartay waxa la ogol yahay maaha
diinta marka walaalyaal waa diin maaratay waxa weeyaan wasat ah waa diin maaratay waxa weeyaan ku saleysan maaratay ictidaal iyo maaratay ku saleysan maaratay waxa weeyaan dhaxdhaxaad in qofka uu xad gudbo oo maaratay waxa weeyaan xadiisi uu dhaafiyo asagoo marka la maaratay cibaadada sameeyay Ilaahay baan ugu dhawaanaya subhana wa ta'ala waxa weeyaan maaratay ma noqonaysa cibaado waad garanaysaan ragii nabiga sallallahu alayhi gurigiisa iyo xaaskiisa weydiiyay nabiga cibaadadiisa sallallahu alayhi markaas loo sheegay markaas mid kamid ah wuxuu yiri waligay waan soomaaliya ama afurayba mid waligay waxa weyn habeen iyo maalin waan taagnaanayaa buu yiri oo waxa weyn waan soomaaliya mid kale waligay naag ma guursanayo xaas ma yeelanayo nabiga arrinka loo sheegay salaatullaahi wa salaamu alayhi ma baalu qawmin war qawm arrinkooda muxuu yahay nabiga salaatullaahi wa salaamu alayhi arrinka buu radinaya wuxuu leeyahay anigu nabi maxamed baan ah salaatullaahi wa salaamu alayhi أنا إذن كوا عبسي بدن إلهي سبحانه وتعالى إذن كوا قدوا الله سبحانه وتعالى إذن كوا عبادة بدن دمر وان قرصة دا أو حاسس بان لا يهي هبين كوا نستاقى وانا سيح دا maalintii waxa weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala bishii mataqana waan u soomaa maalin kasto isniin iyo mataqana khamiisa waan soomaa mar marna waa afura faman raqiba an sunnati falaysa min nabiga sallallahu alayhi wa salaamu alayhi sunnadayda ninkii diida oo ka taa oo ka xasan taaga oo wax aan dariiqayga iyo diinteedii ahayn la imaada wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wa salaamu alayhi waa dad maaratay waxa weeyaan diinteedii maaratay iyo dariiqayay xaq ah ka leexday nabiga sallallahu alayhi wa salaamu alayhi ummadaydana kamid muulay nabiga sallallahu alayhi wa salaamu alayhi bimaana hadigi nabiga dadka ma hayaan ayuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wa salaamu alayhi waxaan raa marka walaalayaal inaan la xad gudbin oo qofka muslimka ah diintiisa uu ka dhigto diintii maaratay ilaahay iyo rasuulkiisa sidii ay rabeen maaratay waxa weeyaan inuu u caabudo oo dariiqii nabiga uu maro qofka la rabaa wajazaakumullahu khayr waqtiga dhamaaday wa salaatu sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in